يقول السائل: ما هي شروط سجدة التلاوة، وهل لها تكبيرة وتسليمة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. سجدة التلاوة سنة، إذا مر بآية فيها سجدة يستحب أنه يسجد، فإن كان في الصلاة فإنه يكبر إذا نزل ويكبر إذا ارتفع إذا قام، لأن الصلاة يكبر فيها في كل خفض ورفع كما في الحديث. ما إذا كان خارج الصلاة فإنه ورد أنه يكبر في الخفض ولم يرد أنه يكبر في الرفع. نعم.